إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بالثالثة هل تصح صلاته بنية المغرب؟ نعم. إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بركعة ثالثة هذا يسأل لمن فاته صلاة المغرب وحضر قوما يصلون العشاء وأدركهم في الركعة الثالثة فسلم فصلى الإمام ما بقي من ركعتين ثم سلم ثم قام هذا فأتى بالثالثة هل يجزئه ذلك؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك إذا نوى المغرب دخل معه بنية المغرب ثم صلى ركعتين مع الإمام الأخيرتين ثم قال وصلى الثالث أجزأ والاختلاف النية لا يؤثر إنما يؤثر اختلاف الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الركع ليتم به لا تخيفوا عليه فإذا ركع فاركعوا إلى آخر فذكر الأفعال والأقوال ولم يتعرض للنيات فالنية محلها القلب فإذا جاء الناس يصلون العصر وما صلى الظهر صلى معهم العصر بنية الظهر فإذا سلم أتى بالعصر بعد ذلك حتى لا تفوته الجماعة ولا يقدم العصر على الظهر بل يقدم الظهر كما رتبها الله ويرويها مع من صلى العصر فإذا سلم بعد ذلك أتى بالعصر إما وحده وإلا مع من حضر معه من عليه العصر كذلك هنا إذا جاء يصلون العشاء وذكرهم بالثالثة ناوي المغرب فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بالثالثة وهكذا لو كانوا يقصرون العشاء فجاءهم وهم يصلون العشاء فإنه يصلي معهم العشاء بنية المغرب فإذا سلم الإمام قام المسبوق قام الذي عليه المغرب فصلى الثالثة بتكميل نية المغرب وأجزأه ذلك وله نيته ولهم نيته بقي صورة أخرى وهي ما إذا دخل معهم يوم الصلاة وعلى صلاة المغرب وهم صلى العشاء في السفر في الحضر صلى الأربعة فهل يصلي معهم بنية المغرب وإن خالفت الأفعال أم لا يصلي معهم على قول الله العلم منهم من قال يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك والعشاء ومن العلم من قال لا بأس يصلي معهم ثم يجلس في الثالثة بنية المغرب فإذا سلم إذا سلم معه وصار صلاته مجزئة المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك واختار هذا بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة لأنه معذور في هذه الحالة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمصلين في صلاة الخوف في بعض الأعذار من أجل الحفاظ على الجماعة فقد صلى عليه الصلاة في صلاة الخوف في بعض الأوقات صلى بجميع الجيش وجعله صفين وصلى وقرأ بهم وركع بهم ثم لما سجد أمر الصف الثاني يتخلى كالحرس لئلا يرى عليه العدو فبقي الصف الثاني واقفا ينظر لئلا يتقدم العدو ويستغل سجودهم فإذا قام الصف الأول من سجودهم انحدر الصف الثاني وسجد ثم في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وصار الصف الأول وتأخر الصف الأول وصار الصف الثاني وركعوا جميعا فلما سجدوا سجد معهم الصف الأول الذي كان صفا ثانيا في الركعة الأولى وبقي الصف الثاني يحرس فلما قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني وهذه مخالفة لقاعدة في صلاة الأمن جازت للمصلحة الشرعية وكذلك في بعض صلاة الخوف كان يصلي بهم طائفتين طائفة تحرس وطائفة يصلي بهم فإذا صلى بهم الركعة الأولى قاموا لأنفسهم انفردوا لأنفسهم وصلوا الركعة الثانية يعني في السفر ثم يسلمون ثم يذهبوا يحرسون والنبي واقع عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فيجيء الطائفة الأخرى فتصف معه وتصلي معه الركعة الثانية ثم يقومون فيأتون بالركعة الثانية التي لهم ثم يقرأوا التحيات ثم يسلمون بهم عليه الصلاة والسلام هذا عذر من أجل مسألة الخوف ومن أجل مسألة الحراسة للمسلمين فجاز هذا الأمر للعذر الشرعي الذي حصل بسبب الخوف من الأعداء فكذلك هنا من فاتته المغرب وجاءه يصلون العشاء هو معذور لأنه ما أدركهم قبل الصلاة وقد أخطأ في تخلفه إن كان ما له عذر وقد يكون معذورا بنوم نحوه
فالحاصل انه اذا دخل معهم وصلى معهم بنيه المغرب وجلس في الثالثه ينتظر ثم سلم مع الامام اجزات صلاته ثم بعد ذلك يصلي صلاه العشاء وحده او مع من تيسر مع المسلمين الذين ارادوا ان يتنفلوا معه ويجبروا صلاته فيصلون معه حتى تكون له جماعه او من يصلي العشاء يصلي معه. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا دخل بعد العصر قد فاتت الصلاه فليس معه احد فقال على رجل يتصدق على هذا يصلي معه فدعاهم الى يصلوا معه حتى يصل لها الجماعه فالذي يصلي معه نافله وهو يصلي فريضه. هذا يدل على عظم شان الجماعه وانها مقصوده وان حضورها مهم جدا كما تقدم. ولهذا جاز فيها اشياء من الاعذار بسبب الرغبه في حضور الجماعه واداء الصلاه في الجماعه.